صار عندي هلا الاريا الافكتيف اريا، هاي هي الافكتيف اريا بسموها سويبت اريا. سويبت ايش كلمه سويب معناها؟ سويبت باللغه يعني سويب كانه يكنس. فسويبت اريا هي الاريا اللي تغطيها التيرباين وهو بلوف، هاي كل الاريا اللي تغطيها التيرباين وهو بلوف، كل الاريا اللي موجوده هون بالمتر المربع. فهذا التيرباين لما بلوف عماله بغطي هاي المنطقه، هاي المنطقه الفعاله اللي عم تضرب فيها الرياح. بهمني كمان كثافه الهواء، بهمني الاريا، بهمني السرعه. هدول الثلاث اشياء هم اللي رح يحددوا الفورمولا اللي بحسب منها الباور. الباور الموجوده هاي ايش الباور هاي؟ هاي مش الكتريكال طبعا، هاي باور ميكانيكال، باور موجوده في الويند. تساوي نص رو. رو هي الدنسيتي تبعت الهواء تحت الظروف المعياريه بتساوي 1.225. ايش وحدتها؟ كيلوغرام متر لكل متر مكعب من الهواء وزنه او كتلته 1.225. بس بتختلف الاوصاف ولا لا؟ بتختلف طبعا اكيد حسب الحراره والضغط اكيد طبعا طبعا، بس تحت ظروف معياريه محدده مثلا 1 اتموسفيريك بريشر مثلا وزن 25 درجه مئويه، هاي الدنسيتي تبعت الهواء. قارنها بالدنسيتي تبعت المي، قديش الدنسيتي تبعت المي؟ 1000. ففي فرق هائل بين الدنسيتي تبعت الهواء والدنسيتي تبعت المي. عندي A اللي هي سويبت اريا، بعدين عندي وفي هاي سرعة الويند. فالباور بتتناسب مع مكعب الويند. إذا بدي أعرف قديش سرعة الرياح، هلا في عندي ريتد سبيد، خليني أفترض الآن إنه الريتد سبيد أنا هذه يعني رح أحطها تقدير من عندي. هذه في ريتد. في ريتد هي سرعة الرياح اللي عندها هذا الويند تيرباين رح يولد هاي الطاقة، رح يولد الطاقة اللي هي 2 ميجا وات. خلينا نحسب أول شيء الإفشنسي بهاي الحالة. ايش الانبوت ميكانيكال باور اللي داخل على هذا التيرباين؟ وايش الاوتبوت الكتريكال باور اللي رح تطلع من التيرباين؟ الاوتبوت الكتريكال باور هيها مضبوط؟ الانبوت ميكانيكال باور بس الفي ريتد كم؟ في ريتد ايش مالها؟ كم؟ 15. رح نفترض انها 15 متر بالثانية. خلينا نفترض انه هاي 15، هلا شوفوا شو رح اعمل. أنا ليش ممكن ألجأ لراديوس أكبر؟ ليش لجأت هون لراديوس أكبر؟ عشان آخذ طاقة أكثر، لأنه ممكن تكون الرياح في المنطقة هذيك أقل، فعوضت النقص في سرعة الرياح بإيش عملت؟ أخذت راديوس أكبر. فراح تشوفوا هلا الريتد سبيد اللي يمكن مناسبة لهذا ممكن تكون أقل من الريتد سبيد اللي هون. هون أنا عندي سرعة رياح جيدة، رحت أخذت ريديس أصغر، وفرت طبعا بثمن التيرباين. فممكن تكون مثلا سرعة الريتد سبيد هون مثلا 12 متر بير سكند. خلينا أول شيء نحسب الإفشنسي لهذا الجزء.